بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. صياما مقبولا وإفطارا شهيا على مدار أيام شهر رمضان المبارك. يروي آية الله السيد حسين تستغيب قدست روحه زكية إن بعض أصدقائه الذين ذهبوا لزيارة بيت الله الحرام حدثوه بهذه الحادثة. قال: عندما ذهبنا لبيت الله في مكة المكرمة شاهدنا رجلا يصلي على النبي وأهل بيته بدل جميع الأدعية، فهو فقط يصلي على محمد وآل محمد. كل شخص منا كان يدعو بطريقة، في الصفا، في المروة، في الوقوف، في المشعر، في عرفات، في منى، ولكنه فقط يصلي على محمد وآل محمد. يقول: سألناه ذات يوم: لم نسمع منك سوى الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله، فما هو السبب؟ فأجاب هذا الرجل: كان لي أب عجوز وأتيت معه إلى هنا منذ سنوات للزيارة وحج بيت الله الحرام، أصابه المرض في منتصف الطريق وأشرف على الموت، فجأة رأيت وجهه أصبح أسودا كالفحم، ورأيت علامة العذاب في وجهه، كان يندو في ذلك الحال ويقول: احترقت احترقت. يقول: كنت متأثرة منزعجة للغاية، وما كان بيدي الشيء لأفعله، فالتجأت إلى الله سبحانه وتعالى وقلت: يا رب، إن مات أبي في هذه الحالة سيكون السبب في فضيحة العائلة بأكملها. لم تدم فترة طويلة، هذا الشاب يقول، حتى رأيت بأن لون وجه أبي قد تغير رويدا رويدا، شيئا فشيئا، حتى أصبح أبيضا نورانيا، ثم شهد أن لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، ومات بكل هدوء وهو يبتسم. الشاب يقول: أنا استغربت كثيرا كيف كان وجه أبي أسود ثم تحول بهذا البياض، بهذه النورانية. قلت: يا رب، عرفني حال أبي. فعندما قمنا، جاءوا جماعة وقمنا بدفنه إلى غير ذلك، يعني بعد رجوعنا من الحج إلى غير ذلك، فسألت الله سبحانه وتعالى أن أرى أبي في عالم الرؤية. ذهبت إلى بعض العلماء فعلموني كيفية رؤية الميت في المنام، صلاة رؤية الميت في المنام. يقول: صليت هذه الصلاة، رأيت أبي في المنام تلك الليلة في ذلك النعيم، هو في غاية السعادة. سألته عن أحواله فقال: لقد رأيت أعمالي في الدنيا وكنت أستحق العذاب عليها، لدي معاصي، لدي سيئات، لدي مظالم، ولكن عندما أتى عندي ملك الموت في أسوأ الحالات رأيته مخيفا مرعبا، سمعت نداء من جانب رسول الله صلى الله عليه وآله قال: اتركه، إن هذا الشخص لطالما في الحياة الدنيا كان يكثر من الصلاة علي والصلاة على أهل بيتي. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله: أيها الذي صليت علينا كثيرا في حياتك، لقد حان الوقت لنعوضك عن ذلك. فبيض وجهي وابتعد العذاب عني، وتغيرت ملامح عزرائيل عليه السلام إلى الوسامة والهدوء، ثم أخذني إلى هذا النعيم، إلى هذه البركة، ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. وقال لي عزرائيل عليه السلام: هذه هدية رسول الله صلى الله عليه وآله لك، مقابل صلواتك على محمد وآل محمد. فيقول هذا الشاب لأصدقاء آية الله سيد حسين تستغيب قدست روحه الزكية: فقررت جديا منذ ذلك اليوم أن أستمر في الصلاة على محمد وآل محمد في كل وقت وحين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون دائما وأبدا من المصلين على محمد وآل محمد. برنامج صباحات ولائية، أمين محمد، خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.